يحيى، انا عاوزاك تسيب البيت ده، تعال عيش عندي في البيت. اشمعنى؟ متهيألي صعب قوي ان انت تعيش لوحدك، وبعدين العزا خلص خلاص. سيبيني براحتي، انا مرتاح كده اكتر. بعدين لسه في ناس بتيجي تعزي، ما اقدرش اقول لهم ما تجوش. يحيى اسمع كلامي، تعال عيش عندي في البيت. يحيى انا خايفه عليك، انا قلبي بيتقطع عشانك، مش هين عليا ان انا اسيبك في البيت ده. ياه، انت عمرك ما كان قلبك بيتقطع عليا. لازم نسمة تموت يعني علشان تحس بيها؟ عموما ما تخافيش، انا هبقى كويس، هبقى كويس. انا اللي عاوزاك تفهمه في حاجات كتير قوي هتتغير اليومين دول، وانا مش عاوزك تبقى لوحدك، مش عاوزك تفكر. انت لسه صغير، التفكير ده هيعجزك، هيعجزك بدري. ما نسمة كمان كانت صغيرة، كان المفروض نعيش مع بعض ونكبر مع بعض ونعجز مع بعض، بس ما حصلش. عشان كده ما كنتش عايز اتخلف، عشان ما احسش الاحساس اللي انا حاسه دلوقتي. مفيش حد بيختار نهايته، اوعى تفتكر انك هتعيش وتموت بمزاجك، ده مستحيل. بس على الاقل بنختار نعيش ازاي. مش عايزة تختار الخلفة عشان ما يحصلش اللي حصل ده. أنا مش عايز أتكلم مع حد، مش عايز أشوف حد. سيبيني معاها، سيبيني معاها لوحدي، سيبيني أرجوك. حاضر. أنا عايز أبقى لوحدي. قومي، قومي أرجوك. حاضر. الو، اهلا يا مدام حلا، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ اهلا يا دكتور. مفيش اخبار عن ماما؟ للاسف مفيش اي اخبار، لدرجه ان انا بفتح التليفون كل دقيقه علشان اطمن اذا كان في اخبار ولا لا. طب توحة ما اتكلمتش؟ ما قالتش اي حاجه ممكن تلاقيها فين؟ توحة؟ لا، توحة دي في دنيا تانية، مش دريانه باللي بيحصل. طيب يا دكتور، يا ريت لو عرفت اي حاجه تكلمني على طول. أكيد طبعاً، إن شاء الله. مع السلامة، ألف سلامة. مع السلامة.
الكلام اللي انا سمعته من مجدي ده صح؟ كلام ايه؟ انت عارفه كويس قوي انا بتكلم عن ايه. الكلام ده صح؟ ما انا كنت هقول لك انا عشان انا كنت شاكك انك بتعملي حاجه من ورايا في موضوع عمك ده. لكن تروحي بيت ابن وحلا؟ ما هو انس انا هفهمك انا عملت كده ليه، بس اديني فرصه اقول لك عشان خلص. انت طالع يا حلا. حلا مالك في ايه؟ يعني يوم اشوف انس جوزي اشوفه عشان يطلقني؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يا سلام بريئه قوي ما تعرفيش، وكان انت اللي مش مخف ودانه عشان يعملها. انا مستحيل اعمل كده يا حلا. اكرام انت كتانك من انس زمان. حلا الكلام اللي انت بتقوليه ده فات عليه سنين وملوش اي اساس دلوقتي، ولولا ان انا مقدره حالتك انا كنت زعلت منك. مين فينا اللي من حقه يزعل دلوقتي يا اكرام؟ انا طبعا اللي لازم ازعل. مش بتتهميني ان انا خربت بيتك؟ انا اكتر واحده حافظت على بيتك، اكتر واحده كنت عاوزاكي انت وانا تعيشوا مبسوطين. ادينا بقينا مبسوطين. مبسوطه دلوقتي؟ شايفانا مبسوطين قد ايه؟ لا طبعا مش مبسوطين ولا حاجه، بس انا ما كنتش اعرف ان الامور هتوصل للدرجه دي. صدقيني انس بيمر بظروف صعبه ولازم هو اللي يحكي لك عليها. هو ايه قصه الظروف اللي انتوا كلكم عمالين تقولوا لي عليها دي؟ ما تحكولي ايه هي الظروف دي؟ طب بس اهدي وروحي، وانا هحاول اخليكي تقابليه وهحاول اقنعه ان هو يحكي لك على كل حاجه. للدرجه دي؟ هي وصلت ان انا اخد ميعاد عشان اقابل جوزي يا اكرام؟ معلش يا حلا، لما هتقابليه وهيقول لك هتفهمي كل حاجه صدقيني، بس روحي دلوقتي وكل حاجه هتتحل. طب كيتي باي باي يا حبيبتي، هشوفك بكره. ها باي باي، صباح على خير. باي باي. تعرفي يا كيتي انا عمري ما كنت مغرم بالغنى كده، كنت اسمع المطربين عادي. انت فيك حاجه حاسسها بس مش فاهمها، في وشك في صوتك مش عارف ايه، خلتني انا كنت خلاص زهقت من المكان ده، خلتني اقعد فيه تاني وانا جاي جوه مش عارف ايه. انت هتعرف تروح وانت سكران كده؟ لا بس عادي، انا كل يوم ببقى سكران وبروح وربنا بيسترها يعني. طب تعالى اوصلك لعربيتي. تعالى تعالى، يمكن تغيري رايك وتروحي معايا ولا حاجه. ايه ده؟ هتفضل قاعد ساكت كده يا انس؟ ما ترد عليا، ايه اللي وصل الامور بينكم للطلاق؟ ايه اللي حصل؟ هو انت مش قلتلي شوف لك حل اللي انت فيه؟ وهو ده الحل اللي عندك؟ الطلاق وفجأة كده؟ لا طبعا مش فجأة، بس واضح ان الطلاق هو الحل الوحيد اللي انا فيه. اكيد لا يا انس، مش هو ده الحل. وليه اكيد؟ انا كده كده لازم اقضي فترة علاجي بعيد عن حلا، وهي مش هتسكت زي ما انت شايفة، فالحل الوحيد انها تعيش حياتها بقى مع نفسها. لا يا انس، الحل انها تعيش جنبك ومعاك وتساعدك في رحلة علاجك دي اكتر مني ومن صفوة ومن اي حد تاني في الدنيا. طب يا اكرام لو انت تعبانه او زهقتي ممكن تمشي. ايه اللي انت بتقوله ده يا انس؟ هو ده اللي انت فهمته من كلامي؟ امال افهم ايه؟ عايزاك تروح لحالة وتصلح امورك معاها. بقولك طلقتها يا اكرام. يبقى تقول لها الحقيقه وتسيب لها بقى حريه الاختيار، يا اما تعيش معاك يا اما تسيبك، لكن هتخسرها وتخسر بنتك وتخسر كل حاجه كده؟ لا ليه؟ عشان انا تعبان. لا يا باشا لا مؤاخذة، في دي الكلمة لازم ارجع. يا بنت ما تخافيش، هو انا اكلك؟ نقي لك اي اوضة ونامي فيها واقفلها على نفسك بمفتاح. تعالي تعالي دخليني، خلي الاوضة انام. تعالي. ماشي.
الحمد لله على السلامة يا يحيى بيه. الله يسلمك يا عادل. دلع السلامة يا ريس. دلع السلامة يا ريس. الله يسلمك يا رجالة. كتر خير. الله يخليك. يلا يا رجالة كل واحد يشوف شغله. ماشي يا ريس. الله يسلمك، الله يسلمك، شكرا. عادل، عادل. ايوه يا يحيى بيه. اقعد يا عم. الحمد لله على السلامة يا كبير. الله يسلمك. اخبار ادم ايه؟ مفيش اي اخبار عنه؟ الظاهر نسيونا من ساعة اللي حصل لكم يا معلم. وايه اللي حصل لنا يالا؟ ما تفوقوا كده، مالنا؟ يومين ثلاثة وهنرجع زي الفل واحسن من الاول كمان. وادهم، ادهم ده سيبهولي انا. اوعى تفتكر انه ساكت كده خلاص نسينا. هتلاقيه دلوقتي بيخطط وبيرتب وهيرجع لنا ويفاجئنا مفاجأة كبيرة قوي. يبقى يا مرحب، بس ما تقلقش احنا جاهزين. روح انت عادل اتكل على الله، وما تنساش تبلغ الرجالة بالكلام اللي انا قلته لك ده. خليهم يفتحوا عينيهم كويس قوي. ماشي؟ ماشي. اتكل على الله. طول عمرك كبير، اعتبره وصل. كيجي ايه كل ده نوم؟ كل ده نوم؟ بس كنت انا اللي مصحيك، انت اللي كل ده نوم. اه قومي يلا تعالي، يلا قومي نحضر الفطار. لا انا لازم انزل. انزلي فين؟ انت عايزه انا هونج تقول عليا راجل بخيل؟ ايه يا عم، لو انت هتقول لها ان انا كنت مبيت عندك. ايه مالك اتخضيتي كده ليه؟ هي يعني هوندي دي بوليس الاداب مثلا؟ وبعدين ما تخافيش منها قوي كده، انا موصيه عليك يعني تقدري تعملي كل اللي انت عايزاه. مالك واثق قوي من نفسك ليه كده؟ ايوه طبعا ضامنها بتاعتي. يلا قومي 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 يلا اتحركي. لا معلش انا لازم امشي. طب هننزل سوا نفطر بره. لا انا ما بفطرش اصلا،
همشي. طب استني استني استني. بتوع ايه دول؟ يعني انت جيت معايا و... بقيت معايا وركبت معايا في العربية يعني. ماشي. لا خليهم لك. شكرا انا لازم امشي. يا بنت امسك يا بنت. دي كويسة على فكرة. جاهزة النهاردة حالا؟ خلاص خدت لي ميعاد؟ خلاص يا ستي هتقابليه النهاردة اهو. يعني ما عرفتش اقابله وانا متجوزاه، هقابله وانا متطلقة؟ الراجل لسه رامي عليك اليمين بقاله يومين، بقيتي طالقته؟ أنا عمري ما كنت أتصور إن الكلام ده يحصل بيني وبين أنس. ماشي يا حلا، جهزي نفسك وهنتقابل النهارده. مستنيكي. سلام. ترى الموضوع خلاص هبطله مهما اتعذبت، هبطله برضه عشان خاطرك. كان نفسي تكوني قدامي دلوقتي وتسمعيني وانا بقول لك الخبر ده، كنت هتبقي مبسوطه صح؟ صح يا نسمة؟ كان نفسي تكوني قدامي وانا بقول لك خلفي يا نسمة، خلفي عيل واتنين وتلاتة، اعملي كل اللي انت عايزاه، بس ارجعي لي، ارجعي لي يا نسمة. انا اسف، انا اسف، انا غلطان، سامحيني. أنا مش عارف أعيش من غيرك، والله ما عارف أعيش من غيرك، مش حاسس بطعم أي حاجة، مش حاسس بحد حواليا، أنا مسواش حاجة من غيرك يا نسمة، مسواش حاجة، حتى الموت، حتى الموت ما بقتش أخاف منه. ما أخاف منه ليه؟ ما هو خد أغلى حاجة عندي، أخاف ليه بقى؟ أنا مش هدفن راسي زي النعام في الرمل، أنا هواجه كل حاجة بالنسبة لي. شفت أنت غيرتيني إزاي؟ شفتي موتك غير فيا قد إيه؟ يا ريتك كنت معايا يا حبيبتي، يا ريتك كنت معايا. Thank you.
بالنسبة له؟ في ايه؟ كان مهم عندي انك تشوفيه بقى عامل ازاي وبعد عنك ليه؟ يا اهلا وسهلا يا دكتوره، نورتينا والله. مجيتك دي غاليه قوي. متشكره قوي. انا هدخل في الموضوع على طول عشان اكيد انتي مستغربه انا جايه لك ليه. انا ولا مستغربه ولا حاجه طبعا، لان كيتي تبقى بنتنا احنا الاثنين، انتي امها وانا امها. بس الحقيقه كنت عايزه اسالك سؤال، انتي ليه اصريتي ان مراد واميره يكونوا موجودين النهارده؟ حضرتك عارفه اني بعتبر كيتي بنتي اللي ما خلفتهاش، ولولا ان شوفيه دماغها كان زماني انا وهي في بيت واحد حتى بعد الظروف اللي جدت عليا. ايوه دكتوره، بس انا مش فاهم حضرتك تقصدي ايه. انا هتجوز واسافر، قصه كده طويله كان المفروض تحصل من زمان، بس ربنا اراد ان هي تتاجل لحد دلوقتي. طب يا دكتور مبروك، فين المشكله بقى؟ المشكله اني تقريبا ههاجر، وده معناه ان كيتي مش هيبقى لها حد غيرك، او بمعنى اصح غيركم. هي ما كانتش متعلقه الا بدار الايتام وبيت قبل منال، وقبل منال هي العامل المشترك ما بين الاثنين. لو جايه علشان توصيني عليها فطمني قوي، وزي ما انت قلت لولا ان شوفيه دماغها دي كان زمانها مستقره مع حد فينا. يا نانتي انت موافقه على شغلها في الكباريه ده؟ طبعا مش موافقه، بس عايزه اقول لك حاجه، مهما اتكلمت معها واقنعتها برضو ما فيش فايده فيها، مش هتسمع كلامي. كيتي طول عمرها بتعمل اللي هي عايزاه وصوتها من دماغها، انا بقى مش فاهمه حضرتك عاوزانا نعمل ايه بالظبط. كيتي مش هترتاح في المكان اللي هي قاعده فيه ده، واكيد هترجع تاني. نفسي لما ترجع ما تطردش ولا ترجع تبات بره تاني. اظن حضرتك عارفه انا قصدي ايه. يا دكتوره لو سمحتي، دي كانت خناقه بين البنتين، وطبعا كان صعب ان انا اتدخل فيها لاني كيتي بنتي واميره بنتي، بس زي ما انت عارفه اميره حساسه شويه، وانا ما كنتش اقدر ازعلها ابدا. يعني حضرتك لو ام وعندك بنات كنت هتحس بكلامي ده كويس قوي. طب يا دكتوره، كل الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده كلام جميل، بس انا مش فاهم حضرتك جايباني هنا ليه. مش انت برضو اللي حاولت تقنعها بيك زمان؟ انت بالذات يا مراد ليك معزه خاصه عندها، هي لحد النهارده مقتنعه ان محدش حاول يشيل الفوارق معاها غيرك انت. انت ما كانش فارق معاك اذا كانت تربيه ملاجئ ولا تربيه بيوت. الكلام ده كان زمان ولا ايه يا مراد؟ اه طبعا. كانسر يا انس؟ كانسر وما تقوليش. ما كانش ينفع اقول لك يا حلا، بس حاولت كذا مره اني ابعدك عن عمك وخليك تركزي معايا، وحاولت برضه كذا مره اقول لك ان اللي باقي من عمرنا ما ينفعش يتعمل فيه اي حاجه غير ان احنا نبقى مع بعض. وعايش تتعذب لوحدك وانا عايشه على عماية. انت اللي اخترت انك تبقي على عماك يا حلا، بمزاجك. هتدوري ازاي تنتقمي من عمك؟ نسيتيني، نسيتي بيتنا، نسيتي حبيبه، خدتك وسافرنا وسبت كل حاجه، سبت شغلي، وانت برضو مش حاسه. انا اسفه، انا اسفه يا انس، بس اوعدك. مبقاش ينفع يا حلا، مبقاش ينفع. انت اخترت انك تنتمي من عمك لوحدك، مع ان احنا متفقين. انا كمان اخترت اني اكمل علاجي لوحدي. بعدين مين عارف؟ مش يمكن انا اخف وابقى كويس وانت تاخد فلوسك ونرجع نعيش مع بعض تاني؟ مفيش حاجه اسمها كده. ويمين الطلاق اللي انت رميته عليا امبارح ده هترجع فيه وهنرجع البيت مع بعض. مش نفسك يا حالة، الاختيار بيبقى من الاول مش من الاخر. يا لو بتحبيني وبتحبي حبيبة قومي روحي، عشان انا تعبان من الجلسة دي، بعدين انا هبقى كويس ان شاء الله وهكلمك عشان نتفق نشوف حبيبة ازاي بدون اي مشاكل. لو سمحتي، لو
سمحتي لو سمحتي لو سمحتي امشي. امشي يا حالة. ليش كده؟ ما هي كانت لازم تعرف خصوصا بعد اللي حصل امبارح. خلاص يا صفت. امشي دلوقتي انا فعلا مكفيني. زي ما ابتدت من هنا زمان رجعت تاني في نفس المكان. مشيت وانا فاكره اني كسبانه كل حاجه لسه هكسب، ورجعت وانا بخسر. واول ما خسرت خسرت نسمه، يا ترى في حاجه تانيه ممكن اخسرها؟